تحية طيبة وبعد لمشاهدي صوت بيروت انترناشنال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. معكم عبدالله بعلبكي وزميل محمد الشيخ. هناك حالة هدوء سائدة في هذا المشهد، لكن عدد كبير من البلدات الحدودية الجنوبية باتت تعاني من ضعف كبير في الإرسال، وحسب بيان أصدرته شركة ألفا تبين أن الوقود لم تعد كافية، ما أدى إلى تعطل الإرسال أو إلى فقدان الإرسال في عدد كبير من البلدات الجنوبية. وقالت ألفا عبر البيان الصادر أنها تعمل بالتعاون الوثيق مع الأجهزة المعنية من أجل تأمين استمرارية الخدمة في جنوب لبنان. وفي هذا الوقت أعلنت إسرائيل إغلاق مفترقات لطرقات واسعة في الجليل الأعلى خوفا من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان، فيما طالبت بلدة كريات شمونة في فلسطين المحتلة من بقية السكان المتواجدين في المكان بإخلاء هذه المستوطنة والابتعاد تماما عن الموقع خوفا من صواريخ أيضا مضادة للدروع كما ذكرنا تطلق من جنوب لبنان، ردا على استهداف سيارة مدنية أمس في عينتا في جنوب لبنان، وأدى هذا الاستهداف إلى استشهاد للأسف 3 طفلات صغيرات، فيما الوالدة على عكس كل الشائعات في تبدو أو هي الآن بحالة مستقرة صحيا، أي لا صحة للشائعات التي تحدثت عن انهيار حالتها الصحية أو عن أي وضع آخر. إذن نذكر إسرائيل أغلقت مفترقات طرقات واسعة في الجليل الأعلى خوفا من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان. وفي القطاع الشرقي لجنوب لبنان المشهد هادئ بشكل حذر، لا نسمع سوى تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بين حين وآخر، غاب هذا الصوت في هذه اللحظات، إنما الاستهداف أو إنما المعركة فواضحة في القطاع الأوسط والجنوبي بشكل محدد أكثر، حيث استهدفت بلدة النقورة بعدة صواريخ إسرائيلية منذ ساعات قليلة. في الوضع الإقليمي العام، زارت عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، زارت وزير الأمن الإسرائيلي، وأبدت هذه العائلات غضبها من استهتار السلطة الإسرائيلية في هذا الملف، وقالت كل ما نسمعه هو عبارة عن شعارات فارغة. إذن حالة غضب لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين من عدم تقدم أو إحداث أي تقدم في سير أو عملية سير المفاوضات حول إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، ربما في وقت اشتد القصف على قطاع غزة أمس وكان هو القصف الأعنف منذ بداية عملية طوفان الأقصى. القصف كان من الأجواء، من الجو، من البر ومن البحر، يعني كان قصف أليم جدا وأدى إلى استشهاد وحدوث عدد كبير من المجازر بقطاع غزة. للأسف الشديد المعاناة الفلسطينية مستمرة، لكن من ناحية أخرى لا تزال إسرائيل تفشل في إحداث أي خرق في عملية التوغل البري، لم تتوغل بريا، لم تحقق الأهداف العليا للحرب على قطاع غزة، ومن هذه الأهداف العليا القضاء على حركة حماس، لم تحقق هذا الهدف رغم مرور تقريبا شهر كامل على عملية طوفان الأقصى. غدا بيكون لنا شهر تقريبا، 7 أكتوبر بدأت العملية، غدا بيكون لنا شهر على عملية طوفان الأقصى. ونرجع منذكر هذا البث المباشر من القطاع الشرقي لجنوب لبنان، هدوء تام
لا اشتباكات، لا معارك خفيفة ولا حتى ضارية على الحدود الجنوبية، فقط هناك ضعف واضح في الإرسال حسب بيان أعلنته ألفا منذ قليل، التي تعمل حسب هذا البيان على تزويد المحطات التابعة لها بالوقود لكي لا يتعطل، أو لكي لا يتعطل الإرسال في هذه البلدات الجنوبية. أما الأصداء المتعلقة بخطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله فلا تزال حتى اللحظة هذه الأصداء موجودة من الجانب الإسرائيلي، حيث قال المتحدث باسم العدو في تحذير وجهه إلى أمين عام حزب الله، قال فيه: حتى الآن نحن نهاجم في المناطق الحدودية وننصحكم بعدم الاقتراب نحو حدودنا الشمالية، وكل من يحاول سيقتل، والجيش الإسرائيلي على استعداد تام للرد بقوة على أي شخص يحاول تقويض الوضع الأمني في شمال فلسطين المحتلة. أمس كنا رأينا وتابعنا جميعا هذه المجزرة الأليمة التي حدثت في منطقة عيناتا في جنوب لبنان، وهو تصعيد إسرائيلي واضح عبر استهداف سيارة مدنية كانت تأوي والدة مع طفلات. أدى هذا الاستهداف للأسف إلى خسارتنا لفتيات لبنانيات بصورة أليمة. أما الوالدة فنقلت إلى المستشفى والآن هي بحالة صحية مستقرة. إذن هذا هو المشهد من القطاع الشرقي لجنوب لبنان، نتابع معكم باستمرار آخر التطورات على الجبهة اللبنانية الجنوبية وفي قطاع غزة أيضا. الهدوء التام هو سيد المشهد في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. نذكر، بلدة كريات شمونة في فلسطين المحتلة طالبت بقية السكان بالابتعاد أو بمغادرة المستوطنة بشكل فوري، خوفا من صواريخ مضادة للدروع قد ترسل من جانب المقاومة الإسلامية في لبنان. بينما أقفلت إسرائيل مفترقات لطرقات واسعة في منطقة الجليل الأعلى، أيضا خوفا من إطلاق صواريخ من الجهة اللبنانية. إذن هذا كان المشهد من القطاع الشرقي، حيث ننقل إليكم باستمرار آخر التطورات. في هذه الأثناء يبدو وصلنا خبر استشهاد صحفي فلسطيني يدعى محمد الجاشة مع عدد من أفراد أسرته. إذن هذا الخبر من قطاع غزة. نعتذر عن عرض الصورة الأليمة التي رأيناها لأنها تفطر القلوب. تعزينا لمن نقول هذه الكلمة؟ لأفراد أسرته، ربما لم يتبقى منهم أحد، إلى محبيه ومتابعيه في قطاع غزة، ربما لن يتبقى منهم أحد إن استمرت المجازر في قطاع غزة. إلى الضمير العالمي، من يحرك هذا الضمير أمام هول هذه المجازر والمشاهد الدموية؟ لأول مرة أشعر بحيرة في انتقاء كلماتي. توقفوا عن استهداف الصحفيين، أينما كانوا في هذا العالم. عبد الله بعلبكي ومحمد الشيخ كانا معكم من جنوب لبنان.